فتحت حرب أوكرانيا حقبة دفاعية جديدة لبناء نفوذ عسكري جديد لأوروبا، وفي سبيل ذلك ضخ الاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق مزيداً من الأموال على الإنفاق العسكري بعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، إذ بلغ حجم الإنفاق رقماً قياسياً عند 260 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 6% عما كان عليه الحال قبل عامين. ورفعت 6 دول حجم إنفاقها بأكثر من 10%، وخصص الاتحاد الأوروبي نحو 55 مليار دولار لاستثمارات الدفاع العام الماضي، أنفق معظمها في شراء معدات جديدة. بينما تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير التكنولوجي بشكل طفيف، ورغم هذا الارتفاع القياسي في حجم الإنفاق، ما يزال التكتل يواجه فجوات رئيسية في القدرات ويظل متأخراً عن قوى عالمية أخرى. ويتزامن هذا التحول مع ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري العالمي، إذ تجاوز تريليوني دولار عام 2021 لأول مرة في التاريخ. وأظهر الأوروبيون درجة عالية من الوحدة في مواجهة الحرب الروسية، واستنفذت دول التكتل مخزوناتها من الأسلحة وأرسلت إمدادات عسكرية تقدر بمليارات الدولارات لأوكرانيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لإقناع شركات الدفاع الأوروبية بزيادة إنتاجها لتلبية المتطلبات الجديدة التي فرضتها الحرب، إذ حث دوله على إبرام عقود مشتركة بغية توحيد جهودها في هذا الصدد، وهو ما أفضى مبدئياً لتأمين المزيد من قذائف الهاوتزر لأوكرانيا ولقوات تلك الدول بالطبع. لكن بناء القدرة الصناعية يستغرق وقتاً، ومن المتوقع أن يعجز الاتحاد الأوروبي عن تحقيق الهدف المتمثل في إرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا بحلول الربيع المقبل.